كي ترى التناقض المغربي والحقد المغربي أنه في خطاب قال أن الشعب الجزائري شعب شقيق وشاءوا توأمان مع المغرب، وفي خطاب 20 غشت قال أن المغرب يتربص مع الأعداء، والأعداء يقصد به الجزائر، لأن الجزائر فتحت الآن مرامبرها الإعلامية للمعارضين، وأنا واحد الآن اللي تعطت لي هذه الفرصة وأشكركم كثيرا، لأن الصوت الجمهوري المغربي لا بد أن يصل إلى الشعب المغربي، لأن السرطان الوحيد في المغرب هو العصابة العلوية، وكنا نسميه قديما بالمقيم العام. ربما ردا عليك الأستاذ الهروشي في هذا، ما جاء الفقرة التي قالها ملك المغرب محمد السادس في خطاب العرش: من سمم العلاقات مع الدولة الجار الجزائر هو وجود جسم غريب في المنطقة. برأيك من كان يقصد بالجسم الغريب؟ أكيد أنه يقصد به البوليزاريو، لن يستطيع أن يقصد به إسرائيل، لأن إسرائيل أقول لك تاريخيا إسرائيل واللوبي اليهودي له علاقة وطيدة مع الملكية في المغرب، وخير دليل على ذلك الأخ بخروف ممكن أعطيه معلومات أكثر، بأن هناك إسرائيلية الآن دخلت المحاكم لكي تعترف بها المحاكم بأنها بنت الحسن الثاني، يعني أخت محمد السادس، أن الحسن الثاني أنجبها مع يهودية في فرنسا وهم يقطنون الآن في إسرائيل. هذه علاقة، أضف إلى ذلك زوج أخت محمد السادس مريم ابن عبد اللطيف الفيلالي الوزير الأول قديما، يعني مزق جواز سفر المغربي وأخذ جواز سفر إسرائيلي، والآن هو يقطن في إسرائيل. يعني علاقة إسرائيل مع الملكية المغربية هي علاقة عائلية، علاقة وطيدة. هذا ما كتبته إحدى الجرائد الأستاذ الهروشي، هذا ما كتبته إحدى الجرائد. اسمح لي، وهذه الأخت المتخفية طلبت رسميا مقابلة من تقول أخوها الملك محمد السادس، إلى أنه رفض مقابلتها، وها هي تعود الآن القضية إلى المحاكم. دعني أرى هذا مع الأستاذ محمد بخروف. اسمح لي جملة واحدة. كنا قديما نسمي الملكية في المغرب المقيم العام الفرنسي، والآن سنسميها المقيم العام الإسرائيلي.